نبقى بقى مع موضوع الشباب، ونبقى كمان مع موضوع اهتمام مؤسسة الرئاسة بالشباب. في يناير كان في مؤتمر تم الإعلان من خلاله، الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن من خلاله إن عام 2016 المفروض إن هو يكون عام الشباب والاهتمام بالشباب. أعتقد إن احنا كمان معانا مقطع فيديو لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر، نشوف جزء من المؤتمر اللي المفروض إن هو انعقد في يناير، وبعد كده نرجع عشان في موضوع تاني عايزين نتكلم عنه فيما يتعلق بعام الشباب. عاما نبدأ خلاله تأهيلا حقيقيا للشباب من خلال منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنية، ولقد بدأنا في صناعة نموذج لهذه المنظومة من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كي يكون هذا النموذج قاعدة تشمل كل هيئات ومؤسسات الدولة لتأهيل الشباب. وقد استجبت للمطالبات التي تقدم بها الشباب المتقدمين للبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي من الذين لم يحالفهم الحظ في القبول، حيث كلفت الفريق القيادي للبرنامج بأن يتم إتاحة محتوى الدورة لهم بالمجان. ده وقت ما كان بيتم إعلان عام 2016 كعام للشباب، وسبب بقى إن إحنا رجعنا للموضوع ده إيه؟ إن 25 أكتوبر يعني 25 هذا الشهر المفروض إن ينطلق مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، المؤتمر ده المفروض إن بيحضره 3000 شاب بيمثلوا كافة شرائح المجتمع وقطاعات الشباب، فضلا عن اشتراك أكثر من 300 شخصية عامة، وده طبعا برعاية مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي. عايزين نعرف بقى التحضيرات والمتوقع من هذا المؤتمر ايه. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ فرج عامر النائب البرلماني ورئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف بقى التحضيرات والمتوقع من المؤتمر ده ايه. هو طبعا هي لفتة كريمة من سيادة الرئيس ان هو يعمل مؤتمر الشباب، وايضا ان هو يكون في شرم الشيخ طبعا لدعم السياحة، وبيتزامن ده مع تكريم الشباب النهاردة بخصوص الشباب اللي كرمهم الرئيس سواء الفائزين على الميداليات الأولمبية او البار الأولمبية. وده المؤتمر ده في اطار برنامج رئيس الجمهورية وخطته ان هو اللي بيتبنى فيها الشباب، وان دي سابع مره هيلتقي بيها الرئيس مع الشباب، ودي اكتر مره التقى بيها مع فئه من فئات المجتمع، طبعا دليل الاهتمام الكبير جدا. وطبعا احنا كلجنه بندعم الشباب دايما. من ناحيه ايه بقى يا استاذ فرج؟ اول حاجه ان احنا عملنا قانون الشباب اللي هيبقى خلاص معروض على البرلمان، وعملنا قانون خاص ببنك الشباب، وعملنا قانون اللي هو تمكين الشباب. كل هذه القوانين وكل هذه دي لجنه الشباب والرياضه خلاص درستها، وهي جاهزه لانها يتم مناقشتها تحت قبه البرلمان. وعملنا ايضا شيء ثاني كمان مهم قوي اللي هو قانون تمكين الشباب. فكل ده بيتماشى مع الفكر السائد واللي بيتبناه رئيس الجمهوريه لطبعا للشباب. طيب جميل قوي استاذ فرج. اسمح لي بقى ان النقاط اللي حضرتك ذكرتها دي قبل ما نستطرق لنقاط اخرى ان احنا ناخد كده بعض التفاصيل المتعلقه فيها بيها. يعني قانون الشباب ابرز النقاط فيه ايه؟ بنك الشباب عباره عن ايه بالظبط؟ تمكين الشباب يعني يمكن كلمه اصبحت دارجه دلوقتي، يعني مش محتاجين ان احنا نوضحها، لكن بنك الشباب او قانون الشباب عايزين نعرف اكتر عنهم. اولا بالنسبه لبنك الشباب اللي هو البنك الخاص باقراض الشباب، ان هو يستفيد من المنح اللي بتيجي لمصر بدل ما هي بتعطى لبنوك تجاريه وبيقرضها للشباب ب 14 و16%. القانون ده بيسمح بعدد اقراضها بنفس النسبه اللي الدوله خدتها، مع وجود بنك معلومات وبنك افكار وتدريب للشباب بحيث ان هو يحولهم من البطاله الى اصحاب عمل. واخد بالك؟ وبعدين في نفس الوقت بيبقى فيه افكار جاهزه، زائد ان كل الافكار اللي هم بيقدموها بتساعدهم على ذلك، بتساعدهم على دراستها وتأهيلهم ان هم يكونوا اصحاب اعمال، وبعد كده يكونوا اصحاب اعمال صغيره ويتحولوا الى يعني وحدات انتاجيه بدل ما هم بطاله. وده كمان بيحارب الفكر اللي هو بتاع الهجره الغير منتظمه، وبيخلق مجال للشباب ان هم يكونوا اسر وبعد كده يبقوا عنصر دافع في المجتمع بدل ما يكون هم ناس عندهم بطاله.
دي بالنسبة نعم. لبنك الشباب. بالنسبة لحضرتك ان احنا عندنا قانون المساعدين التوجه المساعدين الشباب ان احنا في قانون لايه يا فندم؟ في قانون الشباب ان هو كل مجالس الادارات بتاعت الهيئات الشبابيه وكل المؤسسات يكون فيها نسب الشباب اللي فيها اكتر، بشرط ان هو يكون متلقي التدريب، زي مثلا الشباب اللي هيتخرج من الدفعه الاولى من البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، اول دفعه كمان اسبوعين هتتخرج تبقى 500. فعلى هذا النحو احنا بنعمل قوانين تمكن في الهيئات الشبابيه يكون العدد عدد نسبه اعضاء مجلس الاداره بنلزم يكونوا 50% من الشباب، بشرط ان هم يكونوا متدربين، وبنفتح السن ان هو من حقه يترشح من سن ازاحه مكان واتاحه مكان للشباب، مع شرط طبعا ان هم يكونوا مؤهلين لهذه الاماكن، بس بشرط ان هو يكون الشباب المؤهل والمتدرب طبعا، اللي يعرف ان هو يكون عنده القياد ويكون عنده الحافز. فلازم من تأهيله في البرنامج الرئاسي دي اهل 3000 شاب، اول 500 هيخرجوا من سياده الرئيس الاسبوع القادم. احنا كمان ماشيين على هذا النهج، وان احنا بنشجع دورات الشباب، زائد ان احنا عاملين مساعدات لكل مراكز الشباب، ان كل قريه، احنا القانون بتاع الهيئات الشبابيه يسمح بان كل قريه هيكون فيها مركز شباب، وان يكون حتى مساحه بدءا من 1000 متر حتى لو مؤجره تتحول الى مركز للشباب، في لعب وفي نشاط اجتماعي وفي نشاط ثقافي الى اخر هذا الموضوع. ده دلوقتي مش موجود، زائد انه بيشمل اعفاءات من سواء الكهرباء سواء الميه سواء الخدمات، بحيث ان الدوله تتحمل جزء كبير من هذه النفقات للمراكز الشبابيه. ففي طبعا حاجات كتيره جدا كلها في هذا التوجه وكلها في هذا الفكر. احنا طبعا في اللجنه متبنينها تبني تام وشغالين فيها بالتزامن طبعا مع برنامج الرئيس ومع الخطوات الكبيره اللي بيخطو فيها الرئيس. وانا كمان هنا لا يفوتني ان انا اشكر وزاره الشباب والرياضه، لان كل الشباب اللي كان هو بيرتب المؤتمر اللي اتعمل بمناسبه 150 سنه على البرلمان، كان عدد كبير جدا من الشباب هم اللي عملوا الاستضافه، وهم اللي استقبلوا الوفود من جميع الدول، وهم اللي عملوا كل الترتيبات، كان اكثر من 3000 شاب وفتاه مشاركتهم في الاحداث المهمه. نعم، مشاركتهم في الاحداث طبعاً المهمه طبعا طبعا نعم. في الاحداث. طيب المؤتمر بقى اللي احنا بنتكلم عليه ده يا استاذ فرج، اللي هو مؤتمر الشباب بشرم الشيخ اللي المفروض ان هو يبقى يوم 25 شهر ده باذن الله، اللي عايز يشارك من الشباب غير اللي المفروض ان احنا بنتكلم عنهم، ممكن ان هو يلتحق بهذا المؤتمر ولا خلاص الترتيبات انتهت؟ اقول بقى هو الثلاث شباب ال 3000 شاب دول هم بيكونوا توجهات فكريه مختلفه من احزاب ومختلفه ومن توجهات مختلفه، وبقى في حوار شبابي، واخد بالسيادتك من هذا الكلام. هو طبعا المؤتمر اللي بيعمله الرئيس ده فكر واستراتيجيه هيعقبه حلقات اخرى كثيره جدا من اللقاءات ومن النقاشات ومن الندوات ومن المؤتمرات. هو ده توجه بان الرئيس اهتمامه الاول بالشباب المصري. نعم، خدت بالسيادتك، يعني حتى لما اشتركش في فرص كثيره جدا من خلال وزاره الشباب والرياضه ومن خلال اللجنه، احنا بندعم لكل الأنشطة اللي بتقول هذا الكلام، وإحنا كل توجهاتنا في هذا الفكر. يعني نعم، دي بتبقى نموذج رئيس الجمهورية بيهتم بالشباب، بيعطيهم الأولوية، بيحصل هذا الكلام، وبعد كده بتبقى في نشاطات كثيرة جدا طالعة من هذا المؤتمر. نعم، أستاذ فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. ومعنا كمان على التليفون الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة. مساء الخير يا دكتور. نور يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يخلي حضرتك وحضرتك طيب. بنتكلم على ان الشباب مش بس اعلان 2016 كعام للشباب، لا ده في متابعه كمان من قبل مؤسسه الرئاسه، بدليل ان احنا بنتكلم على مؤتمر للشباب الشهر ده. توقعات حضرتك بقى لنتائج هذا المؤتمر؟ في البدايه طبعا تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. الله يخليك. وانا احب اكد بس على ان ما يحدث في مصر الان هو طفرة بكل ما تحمله الكلمة من معاني في الاتجاه أو السير في الاتجاه الصحيح. الحمد لله. تأهيل الشباب هو أهم حاجة في الفترة المفروض القادمة. حضرتك معايا؟ أيوه يا فندم، اتفضل كمل. فطبعا في حالة وجود الإرادة السياسية لتأهيل الشباب وتمكينه، احنا هنا بنتكلم في تأهيل من أجل التمكين، إتاحة الفرصة لكافة أبناء الشعب المصري للحصول على فرص متساوية ومتكافئة، وده اللي حصل في عام الشباب دلوقتي.
يعني البدايه هي ان بنعتبر ان عام الشباب هو بدايه الانطلاق ما فيهاش عام يعني الموضوع انتهى، لا هو احنا بنقول ان البدايه من هذا العام، البدايه بتواجد الاراده السياسيه. تمني سياده الرئيس لموضوع التاهيل الشباب والاهتمام بالشباب جعل كل مؤسسات الدوله سواء المؤسسات الحكوميه او الغير حكوميه والمجتمع المدني بيهتم بتاهيل الشباب وبقى في بؤره الاحداث. اللي حصل في الفتره اللي فاتت ديت حقيقه في حاجات كتير جدا كانت في صالح الشباب، طبعا نتمنى انها تزيد عن كده بكتير، ولكن هي البدايه قويه جدا، بدايه مؤثره. انا كنت سامع حضرتك دلوقتي بتتكلمي مع سياده النائب عن ان المؤتمر ده ان في ناس ثانيه عايزه تخش. انا كما علمت ان الفتره اللي فاتت كان هناك اكثر من لقاء على مستوى الجمهوريه من ونتاج هذه اللقاءات اللي حصلت الشباب دول بيمثلوا شريحه كبيره جدا من ابناء الشعب. نعم. في نفس الوقت في ممثلين عن الاحزاب، عن الطلب، عن الجامعات، عن المجتمع المدني، عن الدفعه بتاعه البرنامج الرئاسي، كل دول حاضرين في من ضمن ال 3000. واعتقد ان هي دي البدايه، لان هو المواضيع التي سوف تطرح في المؤتمر في شرم الشيخ هي مواضيع تم بحثها، وان شاء الله باعتمادها في هذا المؤتمر يبقى دي بدايه لتحقيق بقى او السعي في تحقيق هذه المشروعات. نعم. اللي بتعتمد اعتمادا كليا على الشباب، وخصوصا ان احنا ما بنتكلم ان في يناير بنقول عام الشباب وبعد كده نيجي في اكتوبر يبقى في مؤتمر متعلق بالشباب، يعني معناها الموضوع متابعه، مش حاجه اتقالت وتركت او بدا تنفيذها. طبعا. وكمان ما فيش متابعه لاليه التنفيذ او نتائج التنفيذ، ده كان اخباره ايه؟ مظبوط. نعم. هو بص حضرتك، هو ده افضل ما في الموضوع، ان الموضوع متابع، عشان كده بقول لك هو تحت رعايه السيد الرئيس، فاعطى صبغه قويه جدا للمشروع. وزي ما انا بقول لحضرتك هو بدايه العام هنا، هو بدايه الشباب، بدايه انطلاق او تمكين الشباب من خلال هذا العام. يعني احنا ان شاء الله هنعتبر ان عام الشباب من كل سنه بنحتفل باليوم، مثلا يوم الشباب او يوم البداية انطلاقة حقيقية لشباب مصر في المشاركة في كافة مناحي الحياة سواء السياسية والتنفيذية والإدارية في الدولة. هو ده اللي احنا هنحتفل بيه بقى ان شاء الله، كل سنة نحتفل بان الشباب بدأوا ياخدوا فرص عملهم. وبالتالي بإذن الله انا بدعو كل شباب مصر، كل شباب مصر ان هم يشاركوا مشاركة جدية في كل ما يطرح على الساحة، سواء عن طريق مؤسسات الدولة او عن طريق المجتمع المدني، والمشاركة الفعالة. الإتاحة الفرصة دلوقتي بان احنا بنأهل وبندرب وبنعد وبنثقف، بس في دور كبير جدا على الشاب. الشاب ان هو احنا بنديله الادوات وبنديله المهارات وبنديله الثقافات اللازمه، هو المفروض ان هو يساعد في ان هو يبدا يشق طريقه هو معانا يساعد في. انا بتكلم وفي نفس الوقت ما يبقى في رعايه للشباب، مش معنى كده، لان في نسبه مش قليله من الشباب المصري تحديدا بنبقى عايزين اول ما نيجي نشتغل اشتغل مدير، يعني ما اخدش السلم من اوله، ودي برضو من ضمن المشكلات الكبرى، فده برضو حاجه لازم ان احنا ناكد عليها. عموما دكتور احمد الشريف امين عام مؤسسه القاده، شكرا جزيلا لحضرتك.